معلين، كيف معنوياتكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله عاليين. Good. في عندكم محاضرات غير هيدي اليوم ولا مطربين الباقيين؟ بلا عنا ولا ما بيت عنا معلوماتية. أوكي، مع مين معلوماتية؟ دكتور محمد محمد مقداد. بوزيد. اوكي بوزيد، اوكي يلا عال. بالمعلوماتية شو بتاخدوا؟ مثل شو بتاخدوا مادة؟ عن شو بتعلم؟ كيف بيشتغل الكمبيوتر والبايثون صار الكمبيوتر كيف بيشتغلوا تعريفهم في الوحدة من شو بيتألف يعني وهالأشي. اوكي يلا عظيم، يعطيك الف عافيه. طيب جيد، بالاول طبعا بدي الكل يقلبوا اساميهم للغه العربيه، الله يخليكم عشان الحضور. الشغله الثانيه، قبل ما فوت بالشرح، في حدا عنده سؤال عن الاشياء اللي حكيناهم الجمعه الماضيه بس المحاضره الماضيه؟ اوكي يبدو ما في شيء. أنا إن شاء الله تكونوا عم تحضروا قهوة لما تيجوا على المحاضرة، لأنه أنا بدي أشرب القهوة تاعتي وبدي حدا يشرب معي. هلا بنحضر أوكي. فنجان النسكافيه دايما حدنا. إيه طيب، يلا منيح، صحتين وعوافي، هيك بتصحصحوا أكثر. والله يا دكتور تجي لإلي أنزل اللي خلق فيه. لا هي ست غنى، جايتك كثير غنوجة. أنا معير المنبه قبل بخمس دقايق بس. لا هي زلمة كيف هيك؟ يعني والله بس يعني ما عدلتوا معي، هذا مش عدل. أنا في قبل بساعة ونص وأنت بتيجي قبل بخمس دقايق. ما اليوم صار أنا يوم شايفين الجروب عندي في الساعة 5 الصبح والله. أوكي خمسة ونص، شو بتقعد تعمل خمسة ونص؟ ولا شيء، بصلي وبقعد كش دبان بيدرس. شاطر. طيب فإذا خلينا نتوكل على الله. فإذا نحن اللي عملناه بالسمست بالكلاس الماضي أو بالمحاضرات الماضية، فتنا حكينا عن سلوك المؤسسة وحكينا عن كيف تتأثر، كيف يتأثر الإنتاج بعوامل الإنتاج، يعني لما عم نزيد عمل كيف بيزيد الإنتاج. وشفنا أنه لأنه بالأول في عندي ازدياد بالمنفعة الحدي بالإنتاج الحدي نتيجة للتخصص بيزيد الإنتاج الحدي، بالتالي بكون عم زيد العمال بس بيكون الإنتاج عم يزيد بسرعة أكتر لأنه في عندي الإنتاج الحدي عم بيزيد. بس بمرحلة تانية لما أوصل لقانون تناقص الغلة بصير عم زيد العمال بس، ولكن الإنتاج عم بيزيد ولكن بشكل متناقص. هول متفقين عليهم صحيح؟ يعني إذا بدكم خليني هيك أعمل شير للسكرين عندي وفرجيكم عليهم هون، لما عم بحكي هلا كثير حكي جنرال. وهي هذه إجمالا النتيجة الرئيسية اللي شفناه بالفصل السادس. إذا بتتذكروا كان عندي هيك هون العمال ليبر، عم بتشوفوا الشاشة مش هيك؟ لا بعد يلا هلا باين بس الحال. أوكي طيب، بالأول لما كنا عم نزيد عدد العمال، هون واحد وهون اثنين وهون ثلاثة وهون أربعة وهون خمسة وهون ستة وإذا بدكم هون سبعة، بالأول عم نزيد عدد العمال عم بيزيد الإنتاج بشكل قوي. ليه؟ لأن كل عامل عم بيجيب لي إنتاج أكثر من الثاني، بينما بعدين بصير عم يزيد الإنتاج بشكل شوي شوي أقل. شفتوها واضحة هون مش عم بيصير؟ فإذا يعني إذا بدكم هون
شايفين هون زدت واحد زد الإنتاج بعشرة، زدت واحد زد الإنتاج بخمستاعش، زدت واحد زد الإنتاج بعشرين. أوكي، معناتها لحديت هون في عندي هون قانون تخصص، بينما من هون وبالرايح زدت واحد زد الإنتاج بخمستاعش، زدت واحد زد الإنتاج بخمسة، زدت واحد زد الإنتاج باثنين، وهكذا دولي. حسنا هون في عندي قانون تناقص الغلة. هذا لازم نكون احنا صرنا فهمانين ومستوعبين انه بالاول بيكون الانتاج عم بيزيد بسرعه، بس بعدين الانتاج بيصير بيضل عم يستمر بالزياده ولكن بشكل متناقص. ليش بيزيد بسرعه بالاول نتيجه التخصص؟ ليش بيزيد بشكل متناقص بعدين نتيجه لقانون تناقص الغله؟ هول بدهم يكونوا هيك واضحين جدا، مثل ما بتشوفوا مثل ما شايفين الكمبيوتر قدامكم لازم تشوفوهم بخيركم. في حدا عنده سؤال عليهم لهول قبل ما نقطع؟ لا دكتور. طيب هلا اللي عملناه نحن هون بهاي اللي شفناه هون، نحن عم نربط بين الكلفة بين الحجم العمل وبين أو حجم عامل الإنتاج وحجم الإنتاج. حجم عامل الإنتاج اللي هو رأس المال، وحجم الإنتاج اللي هو كيو. بس ولكن ما فتنا على التكاليف. بالنهاية نحن بهمنا التكاليف بالأكثر لنعرف كيف بدنا نحدد كلفة الإنتاج الكلية والربح وقديش كمية الإنتاج. من هون فتنا على الفصل السابع يلي عم يحكي عن تكاليف المؤسسة، وبدنا نشوف تكاليف المؤسسة من كل الجهات. بالتالي لما فتنا على الفصل لهون اوكي احكي من هون اوكي مش الحال. فاذا نحن هون قسمنا التكاليف بين تكاليف ثابته وتكاليف متغيره. التكاليف الثابته على طول انا في عندي نوعين من التكاليف، التكاليف الثابته تقسيم التكاليف، تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة. تكاليف الثابتة يلي هن ما بيتغيروا بالنهاية، اسمهم ثابتة، يعني أنتجت حبة والله ما أنتجت، أنتجت صفر والله ما أنتجت شيء، والله أنتجت ألف حبة، التكاليف الثابتة اسمها تكاليف ثابتة ما بتتغير. مثل شو يعني؟ مثل أجار المحل، مثل اشتراك مثل رسم البلدية مثلا، مثل المعاشات، بس اللي بيشتغلوا دائما عندك مش يومية. إذا بدك تحكي عن ممكن تحكي هيك، بس ليك نحن هون بالمقرر الاقتصادي الجزئي نفترض انه العمل هو عامل متغير، بالتالي انت فيك تغير العمال قد ما بدك. بالتالي نحن اللي عم نفترضه هون فعلا هو تكاليف رأس المال اكثر. أوكي. يلي بيدرسوا محاسبة التكاليف العمال الثابتين بيحسبوا من التكاليف الثابتة، هذا مش ما بينطبق عنا هون، فصلوا لي بيناتهم. طيب بيرجع في عندي التكاليف المتغيرة يلي نحن هون عم نفترضهم هن بالضبط تكاليف العمل، لأنه أنا في جيب عامل ساعة اللي بدي وفيني أتخلص من عامل ساعة اللي بدي. يعني هلأ أنتوا لتبسطوا الأمور، افترضوا واحد عنده محل ميكانيك سيارات، هذا ميكانيك سيارات ساعة اللي بده بيجيب عمال، ساعة اللي بده بيقول له العمال خليكم بالبيت، أو حدا عنده فرن أو حدا عنده مطعم بيقول لهم بيجيبهم للموظفين، في عندكم شغل اليوم بكرة ما في عندكم شغل، بهالبساطة هاي. طيب رحنا على التكاليف المتغيرة وشفنا هذه دالة الإنتاج اللي هون قدامكم عم تفرجيني العلاقة بين الإنتاج وبين اليد العاملة. ومثل ما شايفين عندي هون أنا بدي أحسب الـ MPL إنتاج الحدي للعمل، الأولاني عنده 10، الثاني عنده 5. أنا هون شرحتهم بس عم بمشي فيهم على السريع.
هذا عنده 20، هذا عنده 15، وهذا عنده 12، وهذا عنده 10، وهذا عنده 8، وهكذا دواليك. طبعا هون في عندي هون تخصص لأنه الإنتاج الحدي عم بيزيد، تخصص. ومن هون وبالرايح من الرابع وبالرايح في عندي قانون تناقص الغلة، قانون تناقص الغلة، لأن الـ MPL عم ينزل. طيب هلأ بتما ربطت بين الإنتاج وبين العمل، وبعرف أني أنه العمل له تكاليفه، صار فيه أربط بين الإنتاج وبين تكاليف العمل المتغيرة أو التكاليف المتغيرة. لنبسط الأمور، عم نفرض أن العمال كلياتهم مثل بعضهم وكل واحد بيقبض 20، كل واحد بيقبض 20، بالتالي تكاليف لح شو رح تكون هون؟ في حال أنتجت صفر تكاليف لح تكون صفر ضرب 20، عم نحكي التكاليف المتغيرة بسميهم تي في سي، في فور فاريبل والتي فور توتال. هون في عندي عامل واحد، واحد ضرب 20 20، اثنين ضرب 20 40، وثلاثة ضرب 20 60، وهكذا دواليك. بيطلع عندي هذا إجمالي التكاليف المتغيرة، إجمالي التكاليف المتغيرة. هلا أنا بذكركم بشغلة هون، إنه نحن عم نحكي على طول على المدى البعيد، أو على عفوا على المدى القصير مش على المدى البعيد. بالتالي على المدى القصير في عندي عوامل إنتاج ثابتة وفي عندي عوامل إنتاج متحركة أو متغيرة. نحن هلأ بنحكي عن عوامل الإنتاج المتغيرة. طيب فإذا مثل ما شايفين نحن أنه كل ما عم بيزيد الإنتاج تكاليف المتغيرة عم بتزيد بشكل طبيعي، ومفروض هلأ على مفهوم جديد اللي هو متوسط الكلفة المتغيرة، الـ AVC، الـ Average Variable Cost، كو variable المهم، كو variable المهم. الكلفة الـ Variable على عدد اللي عملناه اللي انتجناه. صحيح، فإذا الـ AVC، الـ AVC بيساوي كلفة إجمالي الكلفة المتغيرة، إجمالي الكلفة المتغيرة على الكمية Q. بس دكتور مش هو عملنا هذيك الحصة؟ يلا إيه عم رجعنا السريع صحيح يعني. أوكي، فإذا نجي هون على الجدول، بفتكر أن إحنا وقفنا هون مش هيك؟ هذا الـ PVC. هلا هون بدي اقسم تي في، بدي هون عند الاي في سي، الاي في سي شو بتساوي؟ بتساوي تي في سي على الكيو. هاي عملناها بيطلع 2.00 بيجي 1.6. صحيح، 20 على 10 بيعطيني 2، 40 على 25 1.6، 60 على 45 بيعطيني 1.3، وهكذا دولي. بتطلع هون بشوف انه الـ AVC عم تنزل وبترجع بتطلع، الـ AVC بتنزل وبترجع بتطلع. فإذن هون بتساوي TVC على الـ Q، وقلنا وقت إذا بنذكره قلنا جاي بتنزل، يعني كل ما عم زيد الكمية بتنزل وبترجع بتطلع. هذا الـ AVC كان بالأول 2، 1.6، 1.33، وبترجع بتطلع. وإذا بتتذكروا إنه عنده شكل U، U shaped، شكل الـ U. بفتكر وقفنا هون الكلاس الماضي. طيب هلأ دكتور بس شغلي، ممكن هلا هو بيجي بنفس السؤال نعمل الـ MPL والـ TVC والـ AVC ولا لا كل واحدة لحال؟ بلا كثير ممكن بيجوا كل بجدول. اصلا الـ Variable بس نحفظهم دغري، هن ستة بس بتذكر او خمسة. شو هن القواعد؟ النقل، لا شو هن الـ Variable Cost دايما؟ النقل والعمال اليومية والمحروقات والطاقة، وبعد في واحدة أو اثنين.
هو دائما الفاريبل. اوكي فيك تسمي مواد يعني اوليه تغير وتغير الانتاج. اوكي صحيح. طيب اذا بتطلعوا هون هذا جدول اجمالي التكاليف المتغيره يلي هو حطيناهم هون، شايفين هون هون حطينا الكميه الكيو هيها، هون حطينا التوتال فاريبل كوست. بالاول لانتج 10 حبات توتال فاريبل كوست 20 متغير، 10 حبات توتال فاريبل كوست 20، 25 حبه توتال فاريبل كوست 40، 25 حبه توتال فاريبل كوست 40 اوكي، 45 حبه توتال فاريبل كوست 60. طيب اذا بتطلعوا لي على الرسم انتوا شايفينها كيف، شو بتلاحظوا كيف بتتغير هالتوتال، كيف شكلها التوتال فاريبل كوست؟ نوع انكريزينج لا كله انكريزينج. ايه صحيح، بس ولكن مرات انا عم تطلع ايه اكيد. طب ما هذه بتطلع كمان وهذه عم صارت تطلع. زيادتها او طلعتها صارت اقل كل ما زاد الانتاج. عيدها يا محمد يعني هاي اول شيء الكيو عم تزيد بنسبه اقل كل ما زاد الانتاج. اوكي كل ما زادت الكيو بي سي عفوا. اوكي حدا بيساعد محمد يزيد على اللي قاله محمد؟ محمد ارجع لنا الفكره كل ما كميه الانتاج. خلي محمد يحكي ايه، خلي محمد يحكي شوي. محمد عد الفكره تاعولتك الله يخليك. كل ما زادت الكيو لا عفوا كل ما كل ما زادت التي في سي عم تزيد الكيو بنسبه اقل. طيب كل القلب على فكرة مش كل ما ارتفعت ريتا كل ما ارتفع الكيو عم تزيد التي في سي ب شو اسمه يعني بنسبة قليلة مش العكس. اوكي طيب جيد. ايه خالد شو عندك؟ كان بدي أقول بس هي يعني بتكون طالعة أول شيء لما نلاحظ لما كانت كانت 100 ورجعت 102 هديك صارت 180 و200 يعني هي حسب كمية الإنتاج. أها أوكي طيب. يعني طلعت رجعت، عرفت كيف قصدي؟ أنه عم ترجع تخف آخر شيء. صحيح صحيح. لكن شو عم بيصير عندي هون؟ بدي أقسم أنا الرسمة اللي عندي لقسمين. إذا بدكم من هون هيك. هون بهالجهة هون ليكو لما روح هيك بهذا الاتجاه معناتها عم يزيد الإنتاج، لما روح هيك معناتها عم يزيد الإنتاج. ليكو بالأول هون كيف عم يزيد الإنتاج؟ هون عم يزيد بالأول 10، هون 15، وهون 25 لأنه هون في عندي تخصص. بينما التكاليف كيف عم بتزيد؟ 20 20 20. يعني هون كل ما عم يزيد التكاليف أوكي الكلفة الإنتاج، أو كل ما عم يزيد الإنتاج أو سبتكم الإنتاج عم يزيد أسرع من التكاليف. عم يزيد الإنتاج كل ما عم يزيد التكاليف الإنتاج عم يزيد أكثر من اللي قبل، وهذا نتيجة قانون تناقص قانون تخصص. بينما هون لاحظوا شغلة، ليكو قديش هون زدت عم زاد الإنتاج بعشرين، ليكو قديش زدت زاد عفوا التكلفة بعشرين، ليكو قديش زدت الكلفة بعشرين، الكلفة بعشرين، الكلفة بعشرين، الكلفة بعشرين، الكلفة بعشرين. لاحظوا الشغلة، ليك هون قديش زاد الإنتاج والكلفة زادت بعشرين، وليك هون قديش زاد الإنتاج والكلفة زادت بعشرين. هذا نتيجة قانون تناقص الغلة. هون في عندي تناقص الغلة. ما بعرف إذا صارت واضحة شو عم بيصير هون. خليني أقول هون إذا بدكم الإنتاج يزداد أكثر
من التكاليف. يعني هون اثنيناتهم عم بيزيدوا بس الانتاج عم يزيد بسرعة أكثر. ليه؟ لأن هون في عندي تخصص، بينما هون الانتاج يزداد بسرعة أقل من التكاليف. تقريبا هيك فينا نحكي. إذا بدي أحط على الرسمة، إذا بدي أعمل له رسمة صغيرة، في حط هون الإنتاج Q وهون TVC. بالأول إنتاج بيزيد بس تكاليف ما بيزيد كتير، يعني هيك بنكون. بس بعدين الإنتاج بيصير يزيد والتكاليف بيصير يزيد بشكل أول. هون في عندي point inflection. واضحة الفكرة والله مغبشة والله شو والله بعيد. محمد أندي واضحة. آية خالد ريتا ما واضحة الفكرة؟ بالنسبة لي واضحة. طيب والباقيين؟ هلا هو هلا أنا فهمتها، بس هو بيسألنا هيك سؤال ولا لا؟ دكتور بس فيك تعيدها شوي. اوكي هلا بيسألنا هيك سؤال، ممكن يسألكم هيك سؤال انه ليش شكلها هيك عم يجي. بالاول نتيجة التخصص بزيد العمال بزيد التكاليف، بزيد العمال بزيد التكاليف، ولكن الانتاج بيكون عم يزيد بشكل كتير قوي. يعني لك من هون لهون زاد التكاليف بس لك قديش زاد الانتاج، لك من هون لهون من هاي النقطة لهاي النقطة لك قديش زاد التكاليف بس لك قديش زاد الانتاج. هذا كله نتيجة للتخصص. بينما من هون وبالرايح لك قديش زاد التكاليف لك قديش زاد الانتاج، لك قديش زاد التكاليف ولك قديش زاد الانتاج. هذا نتيجة لقانون تناقص الغلة. يعني أنا لما كان عندي بالمطعم واحد عم يشتغل كان عم يشيل 10 حبات، كنت عم أدفع له $20. أوكي عامل واحد عم يشيل 10 حبات الكيو بتساوي أوكي. لما جبت العامل الثاني صارت التكاليف 40 بس صار الإنتاج 25. يعني هذا دوبل من هون لهون، بينما الكمية زادت أكثر من الدوبل، زادت من 10 لـ25. لما جبت العامل الثالث أوكي هذا زاد من هون لهون بنسبة 50%، لأنه كان عندنا عاملين وزدنا عامل زاد شو اسمه هون، بدل ما وصل لـ45. شايف؟ يعني أول عامل هون جاب لي 10، ثاني عامل 15، ثالث عامل 45. معناتها كل ما عم بزيد العمال الوضع عم يتحسن، الإنتاج يعني عم بزيد مش بروبورشنال، مش بروبورشنال أكثر من بروبورشنال. بينما هذه لحديت هون لحد هذا اللي هون، بينما لما جبت العامل الرابع أوكي بلش قانون تناقص الغلة ياخذ مفعول، وهون بدل ما يزيد بـ20 أو بـ30 زاد بس بـ15 صار 60. يعني بلش زيادة الانتاج، عم يزيد الانتاج بس ولكن بلشت تتباطأ تصير أبطأ. على هيك على طول أنا برسم الكلفة الحد إجمالي الكلفة المتغيرة، بالأول هيك بعدين هيك. يعني مقسمها لقسمين، بالأول القسم الأول هون الإنتاج يزداد بسرعة أكثر، وهون بالاثنين الإنتاج يزداد بسرعة أقل. في سؤال؟ طرحيني ماشي الحال؟ إيه ماشي الحال. أوكي. طيب هذا بالنسبة للتي في سي. خلصنا منه الكلف إجمالي التكاليف المتغيرة.
تيفي بدنا نحفظهم لهو الإجمالي التكلفة المتغير بدنا نصير أوكي. وهون بدنا نروح على الـ AVC. فإذن الـ TVC خلصنا منها هون بدي روح على الـ AVC. الـ AVC بتنزل مثل ما شفنا وقلنا شكلنا شكل U تنزل نزول وبدأ ترجع تطلع. ليش بتنزل وليش بدأ ترجع تطلع هذا بنحكي عنه بعدين. بس كتير مهم أني أعرف أنه TVC الـ AVC تنزل وبترجع تطلع. هذا كله شرحنا هذا كله هذا شرحنا. طيب نروح على التكاليف الثابتة. إذا كان رأس مال الشركة يساوي $100 رأس المال الشركة طبعا 100,000 أو 200 خلاص فهذا إذا هو ثابت إن أنتجنا صفر ولا أنتجنا 100 ولا أنتجنا 50 هذه كلفة ثابتة. رح نفرض بالتالي إنه TFC T برجع بقول T for total والF للفيكست. طبعا هون عم بيحط لي ملاحظة صغيرة بأنه في الواقع ليست كل تكاليف الآلات هي تكاليف ثابتة ولا كل تكاليف العمل هي تكاليف متغيرة. يعني ما كان مش عارف مين عم بيقول قبل شوي إنه في بعض تكاليف العمل ما بتكون متغيرة بتكون ثابتة. يعني مرات بيكون أنا عامل كونتراكت مع واحد عامل معه كونتراكت على 3 سنين إنه أنت بدك تضلك تشتغل عندي 3 سنين ما في كونتراكت بيني وبينه هذا صار تكاليف ثابتة. بس نحن برجع بذكر إنه نحن عم نبسط الأمور وعم نحسب إنه تكاليف رأس المال ثابتة وتكاليف العمل هي تكاليف متغيرة. أما الـ average fixed cost يعني كو فيكس مويان كو فيكس مويان AFC average شو بده يكون هذا الـ average fixed cost شو القاعدة تاعته؟ هو average هو الـ fixed cost على الـ Q أو كحجم الـ total fixed cost على الـ Q TFC على الـ Q. فإذن الـ average fixed cost بدي لاحظ أنه هذا ثابت. إذا زدت الإنتاج أو نقصت الإنتاج total fixed cost أو الكلفة الثابتة ما هي اسمها ثابتة ما بتتغير. أما لما عم زيد الـ Q الـ AFC بده يتغير. فانتبهوا لها كتير بخربطوا فيها لهي ما بيميزوا بين هول اثنين. طيب قبل ما كفي خليني أخذوا الحضور بس بدي الكل يكونوا كاتبين أسميهم بالعربي رجاء. بناخذ الحضور كل يكتبوا اسمه بالعربي. علي روماني درويش نعمة هاشم الكل يكتبوا اسمه بالعربي وما حدا نحكي رجاء لنكتب حضور. نكفي بالتالي رح كيف بتكون TFC بنحسبها هون. طلعوا لي على الرسمة لاحظوا لي شغلة هون انه بالجدول عندي الـ AVC يلي هي بتساوي Q على L هون ما حطيت شيء لانه هي عفوا شو عم شو Q على N AVC TVC على الـ Q معناتها هون بتساوي 0 على 0 عند ترمينه ما بنحط لها شيء اوكي. هلا بروح على التكاليف الثابته. التكاليف الثابته قلنا 100 ان انتجت حبه والله 100 حبه والله 1000 حبه والله 0 حبه التكاليف الثابته ثابته ما بتتغير. لاحظوا انه هون لما الكميه بتساوي 0
تي اف سي بتضل 100. هلا بتروح على الاي اف سي بتساوي تي اف سي على الكيو. طبعا بالتالي بدها تكون هون 100 على 0، هون 100 على 0 بنحط، ما بنحط لها شيء شحطه، هون 100 على 1 بدها تساوي 100، مش هيك؟ 100 على، عفوا، على 10، 10 100 على 10 بتساوي 10، يعني هون عندي 10، هون 100 على 25 بتساوي 4، و100 على 45 بتساوي 2.2 تقريبا، 100 على 60 بتساوي 1 فاصلة، بيطلع عندي الجواب هيك. فإذن هذا الـ AFC. كيف تلاحظوا شكله هذا الـ AFC؟ انزول طبعا انزول. وغيره شو بتلاحظوا؟ شيء تاني انه اول شيء نزل دغري بعدين صار ينزل العمال. اسلم تمام. في على الخمسه نفس الشيء 1.39 و1.39 بين الاي اف سي والاي اف سي. اوكي هذا اوكي صحيح. بدو لكن مثل ما قال عبود يمكن قال انه بالاول بيهبط من العشرة للأربعة لاثنين، وبعدين ليكو شو بيصير على مهله، المهل ينزل. يعني شو عم بيكون شكله هذا الـ AFC؟ بيكون شكله هيك. شايفيني كيف عم برسم؟ شفتوا الرسمة؟ لا بغير. يلا إذا بينزل هيك، بينزل بسرعة بسرعة. ينزل بسرعة بسرعة بعدين على مهله. فإذن الـ AFC بالأول بيهبط الهبطة العجيبة من العشرة لأربعة لاثنين للواحد فاصل ستة، وبعدين على مهله المهل بيصير بينزل. هذا رح يكون إلا تداعيات كمان بعد شوي بدنا نشوفها. خلينا نروح على الرسمة. طلعوا هون فإذن هذا الـ TFC. إن كان عندي صفر والله 50 والله 100 والله 150 تي اف سي بتساوي 100، بينما الاي اف سي مثل ما شايفين بيهبط بالأول وبعدين إذا بدكم بيصير أسيمتوتيك. طيب ليكو شو عملنا هالحديث؟ هلا شفنا نحن التكاليف المتغيرة الكلية أو إجمالي التكاليف المتغيرة ومتوسط التكاليف المتغيرة. شفنا إجمالي التكاليف الثابتة ومتوسط التكاليف الثابتة. هلأ شو بدنا نعمل؟ هلأ بدي روح على إجمالي التكاليف. كيف بدي أحسب إجمالي التكاليف؟ الـ TVC زائد TFC. TFC. فإذا مثل ما حكينا هون TFC زائد TVC. أوكي. متوسط كلفة، متوسط كلفة الإنتاج شو بده يكون؟ يا في طريق تاني، يا منحط TC على Q أو منجمع AVC زائد AFC. أوكي صحيح. فإذا في عملها هيك أو في عملها AFC plus AVC، في عملها بالطريقتين هون. فإذا القاعدة هي هاي لطلع متوسط الكلفة الكلية، هي بتساوي الكلفة الكلية على الكمية، أو في اجمع متوسط الكلفة الثابتة زائد متوسط الكلفة المتغيرة. عملوا مع بعض. خلينا نروح نشوف على الجدول شو بيعطينا هذا. فإذن هون هذا الجدول عندي لحط هون التوتال كوست الكلفة الكلية، يعني عم بجمع هذا زائد هذا. صفر زائد مية بده يعطيني مية. عشرين زائد مية 120. أربعين زائد مية 160، وهكذا دواليك. إذن مية 120 140 160. إذا بتطلعوا بتقارنوا، إذا بدكم
طلعوا لي هاي بهذا وبهذا، رح تحسون تقريبا مثل بعضهم، بس ولكن طبعا هذا في عليه زيادة 100. يعني هون 0 20، هون 0 20 40 60، 100 120 140 160. ليه؟ لأنه شو الفرق بين بين الكلفة الكلية؟ الفرق ثابت دائما هو 100 100، هو الفيكست كوست. والكلفة المتغير، والكلفة بين الكلفة الكلية والمتغيرة هو الكلفة الثابتة. طيب خليني أروح فرشيكم نشوفها هون. طلعوا لي عليهم هون، بس أن هذا تي اف سي اللي هو بيساوي 100، وهذا التي في سي هون، هي تي في سي بزيد عليه هذا هون 100، وهون بزيد 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 100، وهون 100، وهون 100. إذا بدكم يعني التي سي والتي في سي بارلل على بعضهم، بس الفرق انه التي في سي بتبلش من الصفر بينما التي سي من الفيكست كوست. ما هي 0 زائد 100 رح يعطيني 100، 20 زائد 100 رح يعطيني 120، 40 زائد 100 رح يعطيني 140. يعني اذا انا بدي مستحيل مستحيل الفيكست كوست تبلش من الصفر، مش هيك؟ ما هي فيكست. ما هي فيكست. يعني إذا بدي روح أنا أرسم الرسمة، إذا بدي أعمل رسمة عندي هيك، هذا هون، هذا تي في سي، وهذا هون تي اف سي. في طلع توتال كاست؟ طبعا في طلع توتال كاست. طيب بلش من هون، هو ذاته هذا بزيد على 100، هو ذاته هذا بزيد على 100 total cost. يعني الأحمر والأخضر بدهم يكونوا بارلل على بعضهم، بطريقة أنه المسافة بيناتهم على طول بتسوي